يقول السائل: ما الحكم في من نذر صيام الدهر؟ لا يجوز نذر صيام الدهر، يعني ما يفطر أبد، هذا لا يجوز، هذا ما هو مشروع. لكن إذا نذر صيام الدهر بمعنى أنه نذر أنه يصوم غالب الأيام أو غالب يصوم ويفطر فلا بأس، هذا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، أما أنه يصوم دائما فهذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا يصح نذره. نعم.